الآن سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السريل إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فليتفضل سماحته بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأنقل لكم تحيات إخوانكم في المملكة العربية السعودية، خصوصا علماء الحرمين الشريفين وعلماء المملكة، كلهم على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يبارك لكم والعلماء في هذه الندوة المباركة وهذا المؤتمر الذي يرجى إن شاء الله أن يكون فيه صلاح للأمة الإسلامية وفيه دحض إن شاء الله للفرق الضالة. وكذلك على رأس الجميع ممن يحيونكم ويدعون لكم بالتوفيق والتسديد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومته الرشيدة، كلهم يبلغونكم تحياتهم ويدعون لكم بالتوفيق في ما تقومون به من أعمال جليلة في نصرة الإسلام والمسلمين، ولا سيما سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي على ما يقوم به من هذه الجهود المباركة من زمن طويل، وقد آتت ثمارها والحمد لله رب العالمين كما تشاهدونها، ليس في لكنو ولكن في كل البلاد الإسلامية والحمد لله. فنرجو إن شاء الله أن يكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإن شاء الله أنه داخل في هذا إن شاء الله. فنسأل الله أن نكون جميعا ممن يتصفون بهذه الأوصاف الحميدة الذي وصف بها صلى الله عليه وسلم ممن يحمل هذا الدين الإسلامي. إني أشكر لسماحة الشيخ هذه الدعوة المباركة حينما دعانا ودعا إخواننا للحضور في هذا المجلس المبارك وهذا المؤتمر الذي يرجى إن شاء الله أن يؤدي ثمراته. كذلك أشكر لإخواني على هذه التحيات وعلى هذا الترحيب الحار على ما قاموا به من احترام وتقدير وترحيب بهذا وليس بغريب منه، فنشكرهم جميعا ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليهم بالتوفيق والتسديد، وأن يجعل هذا المؤتمر إن شاء الله فيه خير وبركة لدحض الباطل ولدحض الشبهات ولرفع كلمة لا إله إلا. وإذا كان هناك من كلمة وجيزة فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يأمرنا بتقواه، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس كل عمل، ولذلك استحق أهل التقوى أن يكونوا أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى الله سبحانه وتعالى هي السفينة المنجية من الهلكات، وهي السالكة للطريق المستقيم. تقوى الإله سفينة الأبرار، وهي الرقي ومطمح الأنظار، وهي الصراط لسالك سبل الهدى، وهي المنار لمهتد بمنار، وهي السعادة إن حللت رحابها، وهي الفخار تفوق كل فخار. وتقوى الله عز وجل فسر العلماء لها أمور كثيرة وعبارات متنوعة، لكن
لكن من أجمعها وأخصرها قول بعض أهل العلم حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يطاع فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فهذه من العبارات التي عبر كثير من العلماء عنها بحقيقة التقوى. أما التقوى فهي لها معنيان، المعنى اللغوي العربي وهي الشيء الذي يقيك مما تكره، هذا لغة، لكنها التقوى في الشرع هي امتثال أمر الله واجتناب نهوه، لأنك متى اتقيت الله وعملت بطاعاته وبأوامره واجتنبت نواهيه فقد اتقيته. ومعنى اتقيته أي جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك من عذابه، فهذه الوقاية التي تقيك من عذاب الله هي التقوى، وهي امتثال المأمور واجتناب المحظور. فإذا اتصفت بهذا فقد كنت من المتقين، وإذا حققت هذه التقوى فأنت إن شاء الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقوا الله حق تقاته، واستمروا على هذا، وأديموا على هذا في حياتكم وفي كل وقت وفي كل حين. تذكروا عظمة الله وجلاله وأوامره، وبادروا إلى طاعته، واستمروا واستقيموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. ولما طلب رجل من النبي أن يوصيه قال قل آمنت بالله ثم استقيم. فالمهم الاستقامة على الطاعة، على الطاعة، والاستقامة على التقوى، والاستمرار بها إلى أن يموت. ولذلك يقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا بد من الاستمرار بها في جميع الحالات وفي كل الأحوال وفي كل ما يأتيه المرء وما يذر. فهذه التقوى إذا تمسك بها واتصف بها في كل حالاته وفي كل مجالاته فهذا الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن، وهذا هم هؤلاء هم المتقون الذين وصفهم الله، لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون، لا يخافون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون على ما خلفوا في الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، الاعتصام بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة نبيه، وهو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو النبي الكريم، هديه وأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام فهذا هو حبل الله. فبعض العلماء فسر حبل الله بالإسلام، وبعضهم فسره بالنبي، وبعضهم فسره بالقرآن الكريم، وكما قال بعض العلماء والكل حق. فهذه كل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الفرق التي تحدث ما امتثلت أمر الله ولا اعتصمت بكتاب الله، ولو اعتصمت بكتاب الله ما حصل ما حصل من هذا التفرق وهذا الاختلاف. وإن من أعظم الفتن ومن أعظم الاختلاف ما يكون مصادما لكتاب الله، مصادما لنبيه صلى الله عليه وسلم. أمثال بدع القاديانية والبهائية وأشكالهم، هؤلاء الذين حرفوا كتاب الله، كفروا بكتاب الله وحرفوه. لأن من أنكر ختم النبوة، والله يقول سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين. فمن أنكر ختم النبوة فلا شك بكفره وأنه كافر، لأنه كذب القرآن، وإجمع الأمة على أن من كذب بحرف من القرآن فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطنا أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. فمن كفر بالقرآن وكفر بالسنة فلا شك هذا بكفره، أنه واضح ولا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى تعليل. فهؤلاء هذه الفرقة التي كما يقول زعيمها، كما سمعناها من سماحة الشيخ أنه يقول أنه غرس بريطانيا، فغرست بريطانيا واستمرت في سقي هذا الغرس الذي سق، وكذلك أيضا ساعدها كل عدو للإسلام، ومن أعدى أعداء الإسلام اليهود.
وليس أدل على ذلك من أن الصحف ومجلاتهم الآن تطبع في تل أبيب، فلا شك أنها فرقة ضالة كافرة خارجة عن الإسلام. وكذلك أيضا حكومة باكستان الإسلامية جزا الله خيرا أصدرت مرسوما بذلك بكفرهم، وأنهم فئة قليلة كافرة وهم أدرى بها وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، فهؤلاء لا شك بكفرهم. ولكن الذين غرسوها واستمروا في سقي هذا الغرس هم أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يبروا الإسلام إلا كما تفضل سماحة الشيخ إلا بالإتيان بشيء قاعدة يتبعونه وأن هذا إسلام، وأنه فالجهال الذين لا يعرفون الحق ولا يعرفون كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجلسوا الشريعة على العلماء المحققين الذين بينوا لهم، هؤلاء انجرفوا معهم. وهؤلاء جمعوا بين أمرين، الجهل وحب الدنيا، فكانوا يصطادونهم بالدنيا، وجهال لا يعرفون شيئا من حقيقة الدين، فلذلك انجرفوا في هذا وحصل ما حصل في هذا. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الأمور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله أخبرنا أنها ستظهر فتن، وكل يدعي أن الحق عنده وطرق، ولكن الصراط واحد وهو صراط الله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه واحد لا يختلف، وأن ما خلفه من جميع هذه الطرق فإنها طرق ضالة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم. هذه وصية الله لجميع عباده المؤمنين، وكما قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات، وآخرها هي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه من السبل الضالة التي ضللت المسلمين. ثم أيضا وجدوا مرتعا خصبا عند الجهال، وانتقلوا إلى بلاد أيضا لا تعرف الإسلام كأفريقيا ونحوها واصطادوهم، ولكنهم جمعوا بين المادة واختاروا العوام الجهال الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام فتصيدوهم بهذا. ولا شك أن خطرهم عظيم، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يهتم في هذا الأمر وأن يكشف عوارهم ويبين للناس ضلالهم. والواقع أن هذا المؤتمر الذي سماحة الشيخ دعا له وجمع فيه من جمع من العلماء المخلصين الدعاة، هذا إن شاء الله سيكون له ثمر طيب وستكون له نتائج حسنة، وقد أتى في وقته، وإن كان كم وكم من المؤتمرات التي عقدت في هذا، ولكن أحوج ما يكون العالم الإسلامي إلى مثل هذا. فنشكره على ما قام به سماحته وإخوانه العلماء في ندوة العلماء هنا وغيرهم من جميع العالم الإسلامي الذين يهتمون في هذه الأمور، وهذا من توفيق الله لهم، فنشكرهم على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالتوفيق. فالله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله هو المنجي من كل شيء، هو المنجي من المهلكات، وهو المنجي من الضلالات، وهو الصراط الذي نبه الله عنه سبحانه وتعالى في موطن آخر من كتابه، وأن هذا صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكثير من الناس والعياذ بالله اتبعوا إما لهوى، وإما لطلب مادة، وإما لجهل وعدم معرفة بالحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.